مش متحمسين للموضوع. يقول نريد أن نرى يسوع. الموضوع اللي حط الموضوع حطه بيقول نريد أن نرى يسوع أو أريد أن أرى يسوع. إيه رأيك في يشوف يسوع ليه؟ إيه رأيك؟ أشوف يسوع ليه؟ عايز أشوف يسوع ليه؟ أشوفه إزاي؟ يمكن لو كنت قايم السيد المسيح كنت أقول إيه؟ أريد أن أرى يسوع لها معنى واحد بس اللي هي هروح أشوفه هو فين زي ما زكا شافه. لكن دلوقتي نريد أن نرى يسوع، عايز أشوفه إزاي يعني؟ إيه رأيكم؟ أشكر فيكم هدوءكم. يعني لازم تتفاعلوا معي، مش هينفع أتكلم لوحدي، لازم. إيه رأيكم؟ بلاش كده. مين قال إنه كان عايز يشوف يسوع في الكتاب المقدس؟ حبايبي ايه صح زكا، اشكرك يا رب. يبقى زكا قال عايز اشوف يسوع في الانجيل، حتى اتقالت في نص جميل ممكن نطلعها مع بعض، لوقا 19 من 1-10. وكان يطلب مريدا ان يرى يسوع من هو. خلي بالكم في النص القبطي، الترجمه القبطي اللي معانا اللي في بتاعه القطمارس، مريدا، وفي ترجمات تانية راغبا أن يرى يسوع من هو. يبقى يعني ايه عايز يشوف يسوع؟ كلمة عايز دي، طب حد منعك؟ ما هو يسوع ماشي في وسط الشوارع كل يوم يقول يصنع خيرا. حد قال ما يشوفش يسوع؟ ما تشوف يسوع، ولا هو يقصد حاجة تانية بيريد أن يرى يسوع؟ كلمة من هو عايز يعرفه. عايز ايه؟ يعرف ايه؟ يعرف عمق اكتر. اصل يسوع معرفته مش معرفة بسيطة، هو من الناصرة، هو العذراء امه، عاش مع في بيت يوسف النجار، عاش نجار. مش هي دي المعرفة. لازم في عمق تاني ورا المعرفة. كان يريد أن يطلب مريدا، ثم دخل واجتاز فريحة وزراجل اسمه زكا وهو رئيس العشرين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو. خلي بالكم كلمة طلبة دي موجودة مريدا، زادت عليها في الإبتي ترجمة الإبتي مريدا أو راغبا أن يرى يسوع من هو. أن يرى يسوع من هو. طب في حد تاني طلب يرى يسوع؟ في واحد في المحاكمة بتاعت المسيح طلب يشوف يسوع وفرح بيه جدا لما عرف ان ده يسوع اللي كان طلبه. يوحنا مين؟ لا غير يوحنا. ايه في المحاكمة بتاعت المسيح؟ اشكر انصاتكم. اصحوا معايا شباب. هيرودس، مش هيرودس كان عايز يشوف يسوع؟ كتاب مقدس بيقول ان هيرودس كان بيتمنى ان هو يرى يسوع ويعرف معجزاته، بس للاسف المسيح جاله وشاف يسوع. للاسف استهزأ بيه مع العسكر بتوعه، ايه الفرق بين زكا وبين مين؟ وبين هيرودس. هيرودس عايز يشوفه لسبب ما، مش هو ده الراجل اللي كان بيعمل معجزات؟ يا ترى شكله ايه اللي بيعمل معجزات ده؟ وبيقدر يعمل معجزات قد ايه؟ ما يجي كده يفرجنا كده المعجزات اللي بيعملها. ها؟ يلا اعمل لنا معجزه كده، ورينا كده. ما تورينا حاجه كده. لكن مش عايز يعرف يسوع من هو. مش عايز يعرف يسوع من هو ديت. لكن عايز يعرف ايه في يسوع؟ يتفرج على حبه معجزات وحبه العاب زي اللي بيتفرجوا على فكرة كده، يعمل له معجزات، يعمل له حاجة عجيبة. يا تقدر تعمل ديت؟ فبالتالي المسيح ما ردش عليه ولا كلمه كلمة، لأنه كان نوع من النوع الايه اللي مش عايز المسيح لذاته. يبقى من يرى يسوع أن يرى، يطلب أن يرى يسوع من هو. المسيح مستعد يوري نفسه
ويحب الناس يشوفوه، بس اللي عايزه هو. من هو؟ من هو؟ احنا قلنا ان معرفة المسيح مش الاي دي بتاعته زي ما كان بيتكلم اخونا فادي من شوية، اسمك ايه بتاع، لا مش هادي، لكن المسيح ده العمق، في عمق في معرفته. ليه؟ لانه هو ذو مجد عظيم جدا 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 جدا، ومعرفته مش معرفة بسيطة، معرفته تغير، تغير البني آدم وتخلي الإنسان حاجة تانية خالص. معرفة المسيح دي معرفة تانية خالص. عشان كده لو احنا كملنا مع زكا الأخر خالص، نلاقي ان زكا تحول من إنسان جشع طماع ظالم بيحب الفلوس سنين طويلة. خلي بالكوا يعني واحد نفسيته طلعت على كده، انه يحط القرش فوق القرش فوق القرش فوق القرش. عارفين الناس اللي يسموا نفسهم عصاميين، عمل نفسه من ايه، حاجة بسيطة بسيطة كده، وفضل ايه حبة بحبة بحبة بحبة. القرش عنده غالي بطريقة مش معقولة. لو قلت له ادفع قرش يقولك ليه. كان واحد بيحكي لي على حد زي كده، واحد من بيزنس المشهورين قوي، بس الاب هو. وبعدين بيحكي له، بقول له احنا عايزين لابتوب. لما طلع اللابتوب بعد ما طلع بحبه يعني، عايزين لابتوب علشان نبقى نبعت ايميلات. قال له ايه ولابتوب ليه؟ جيب لي لابتوب بكام؟ ما العيال بتاع الموتوسيكلات ياخدوا الرساله اللي انت عايزها يروحوا يودوها. هو عايش فين؟ ها؟ عايز ايه؟ يوفر القرش. فواحد زي زكا بالمنظر ده عشان يقول نص اموالي للفقراء. عارفين التضحيه دي تساوي ايه بالنسبه له؟ حياته اللي قاعد يحوش فيها طول عمره. وان كنت قد وشيت باحد يعني ظلمت حد، هرد ايه؟ اربع اضعاف. طب خليت لي نفسك ايه بقى؟ فهنا معرفه المسيح دي معرفه عميقه جدا جدا جدا، تغير وتبدل. معرفه المسيح تساوي مجده، مجده عظمته اللي تغير. فهنا انا مبسوط بالكيس الاحمر ده. خلص بقى، مش خلصته خلاص. فمعرفة المسيح المجد بتاعه، مجده المسيح ده الممجد عظيم جدا، قدسته طهرته حبه ده ملوش حدود. حب المسيح ملوش ايه؟ ملوش حدود. لما يلمس حد الحب ده يغيره. يبدو الحكايات يمكن تصحصح شوية، انا عايزكم تصحوا وتطلعوا من مود الايه، من مود السكوات. كان الاخ فلان الفلاني اللي في التلفزيون بيجيب ناس دخلوا الايمان، الاخ ده بيقول على واحد، والواحد ده كان ماشي في امريكا بطريقة مش مظبوطة مع جماعات ارهابية، وبعدين راح بلغ عن الجماعات الارهابية، فطبعا بقى مطلوب قتل منين؟ من جماعات. فبالتالي اسمه الاف اي في بتاع امريكا بقى بيغير شخصيته كل شويه، وياخده من ولايه لولايه. هو كان بيزنس مان كبير، ساب البيزنس بتاعه، مراته قالت له طلقني وبعدت عنه، مش هتقدر تعيش معاها تتنطط. كان عنده بنت، ساب بنته وبقى يتجاري يدور على حياته انه يعيش. عشان ايه؟ يعيش. فهو المهم كانت ملطشه معاه، رسى بيه الحال انه ايه؟ انه يبيع سندوتشات زي بتوع سندوتشات الكبده اللي عندنا والكلام ده، السجق وبتاع حاجات زي كده. فبيقول في مره مرات راح ولايه من الولايات في السخنه في امريكا الحر، وبعدين وهو مستني علشان يبيع، لقى الجماعه اللي بيتنافسوا معاه اتخانقوا معاه، فراح اتصل بالبوليس. حصلت معايا خناقه، قالوا انت وجعت دماغنا، مش هنيجي دلوقتي، البوليس مش هيجي دلوقتي، هيجي بعد ساعه. فطب الحل ايه؟ هو قال ادخل المؤتمر. كان في مؤتمر تبع اخواتنا البروتستانت في كنيسه انجليه، فقال ادخل اسمع الكلمه. هو مش عشان يسمع الكلمه، ادخل يدخل ينام من الحر في التكييف. فبقول دخل جوه وقعد في الكنيسه، الوعظ عمال بيتكلم عن محبه المسيح ومحبه المسيح ومحبه المسيح، والله ازاي المسيح ده هو الله وبيحب بيحبنا ازاي المسيح هو.
فهو تعبان جدا، متدمر جدا، مراته اللي سابته وبنته اللي ما بيشوفهاش، والوضع الاقتصادي اللي تحول بيه كده، والمشاكل اللي فيها، والتنقل من حته لحته، وحياته مطلوبه ان يموت. هو بيسمع عن المسيح، حصل له ايه؟ بيقول لقيت نفسي بنتفض وبعيط بدموع وبصوت عالي جدا، وعمال اعيط ونهنه، حد ممكن يحبني بالمنظر اللي بيحكوا عليه ده بتاع المسيح ده؟ حد ممكن يحبني ويكون ده الاله؟ مش معقول ده كلام، ده حاجه انا ما دقتهاش قبل كده، ان في اله يقدر يقترب من الانسان ويحب الحب ده كله. ففضل هو بيعيط 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 بالمنظر دوت، اللي جنبين انه لقوا بيتنفض وبيعيط، قالوا له مالك في ايه؟ قال له انا مش مسيحي، انا كذا. قالوا له مش اشكال، انت مسيحي ولا مش مسيحي، انت مالك بيك ايه؟ ما تخافش ما تخافش، هنقف معاك. المهم ايه، وقفوا معاه طبطبوا عليه، وكانت دي بدايه معرفته بمين؟ بمجد المسيح. ناس كتير شاف المسيح، بس مش الكل اتلمس بلمسة من مين؟ من المسيح. فلما نقول طلب مريدا ان يرى يسوع، كان عنده اشتياق يعرف اعماق اعماق معرفة المسيح. ده احنا قلنا ايه؟ سموها معرفة المسيح الفائقة المعرفة، المعرفة الفائقة، فائقة يعني ملهاش ايه؟ ملهاش حدود. فاحنا لما هنعرف المسيح مش هنعرفه كلمتين عنده، ده كل ما ده بنفتكر بالعشرة بتاعته نلاقي في عمق جدا 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 درجة قال على محبة المسيح، لكي تعلمه هو الطول والعرض والعلو والعمق. الطول والعرض أبعاد الفائقة بتاعت المسيح، تعرفه ايه العمق ده كله. فاذا معرفة المسيح دي معرفة عميقة جدا جدا جدا، مش ممكن الواحد ايه يهضمها كده زي ما بيهضم كتاب من الكتب الكتيرة دي الكبيرة دي، كم الف صفحة، يقول انا هضمته قعدت 3 سنين اذاكر فيه فانا هضمت الكتاب ده. لا، ومعرفة اختبارية بتمس الحياة وبتمس القلب. فطلب ان يرى يسوع من هو، عنده اشتياقات ليسوع من هو. بس السؤال اللي هنسأله هنا، طلب ان يرى يسوع من هو، يبقى في ارادته في هنا ايه؟ اراد، عايز عايز مشتاق. ليه؟ لانه سمع عنه. يبقى الاول هو ايه؟ سمع، جاله الصوت عنه يسوع، سمع من الناس ان يسوع ده حنين، يسوع ده حلو. فمعرفة المسيح بتيجي لكل واحد مننا والكل بيسمع، لكن مين عنده الشوق ان يعرفه عن قرب، ومين عنده الشوق ان يعرفه عن عمق، ومين عنده الشوق ان يتلامس معاه؟ خلي بالكم، يتلامس ايه؟ يتلامس معاه، يتلامس معاه. مش الكل عنده الاحساس ده، عشان كده يفضل المسيح يقول بسطت يدي طول النهار لشعب معاند والناس كيرلس او بدون اهتمام، مش عايزه تعرف المسيح، او في دنيتها ولو مش فاضي. كان زمان في ترنيمة القدس البابا شنودة يقول لم يكن في القلب اشواقا لكي لا احضر ايه، احضر عرس، مش عارف اللي هم شاطرين في الترانيم استين عارفها، يقول لم يكن في القلب اشواق لكي احضر عرسا، قال لي يا صاحب هل تحضر عرس؟ لكن انا ايه، ما كانش لي الشوق ان انا ايه احضر عرس، مش عايز. فاشعت الوجه عنه، اشعت الوجه عنه، قلت له ايه؟ ها؟ مش عايز، مش عايز، اشعت الوجه ورحت الناحية التانية. فمش الكل عايز يتمتع. هل لو سمحت عن يسوع وعن المسيح وجمال المسيح، هل لو قريت، هل لو سمعت في وعظة، هل لو في موقف لجأت له ولقيته جنبك، هل تحب تعرفه اكتر؟ تريد ان ترى يسوع. في فرق بين السمع والرؤية. السمع سمعنا، لكن الرؤية عينت وعيشت من هو، عيشت بقيت متأكد بعيني شفته. فعشان كده زكى 100% سمع الاول عن المسيح، بس بعد ما سمع طلب ان يرى يسوع من هو. بعدين بعد ما طلب، بعد ما طلب عمل ايه؟ في اكشن،
نفذ. كان في واحد تاني اسمه موسى. موسى لما شاف العليقة قال أميل وأنظر، فابتدى يتحرك ناحية العليقة اللي فيها النار. أميل وأنظر، أميل يعني أقرب، بدنا ماشي في السكة دي أميل عن السكة وأقرب وأنظر. أميل وأنظر يبقى فيه السمع، إن سمعتم صوته، في الإرادة أو الرغبة، قلت أيوة أنا عايز أشوفه، ها؟ ما فوتهاش الرغبة، وفي أميل وأنظر أعمل حاجة أكشن، هعمل إيه؟ هاخد أكشن، أميل وأنظر، أميل وأنظر، أعمل حاجة. فعشان كده هو طلع فوق الجنيزة. طبعا عشان تعرفوا الوضع بتاع زكا ايه، زكا ده راجل مفتري بصريح العبارة كده، هو محمي في مين؟ في الرومان، الرومان حامينه، وبالتالي حدش يقدر يقرب منه، لكن الناس ايه؟ متغاظة منه وكراه جدا، كراه جدا ومتغاظة منه. ف زكا محتمي في الرومان، بس تهيألي يعني لو مشي في وسط الناس تهيألي الناس ايه هيعمل نفسهم مش واخدين بالهم، واللي هيدوسه واللي هيخبطه واللي يقول له ايه. فهو خدها من قصرها وطلع فين؟ فوق الجنيزة. بس كونه يطلع فوق الجنيزة دي يعني عدم اهتمام بنفسه، يعني انا مين؟ خلي بالكوا ده من اعيان الاغنياء، يعني كونه يطلع فوق الجنيزة مش مهتم الناس يضحكوا عليه. هو طالع فوق الجنيزة والناس كلها متغاظة منه، وبعدين يجي المسيح له المجد، يجي المسيح له المجد، الناس دي كلها متغاظة من زكا، ناس كتير الافات ماشية، يوم المسيح يسيب الناس اللي متغاظة منه دول ويرفع نظره لفوق لزكا ويقول له ايه؟ فين هي؟ قال له يا زكا اسرع وانزل لانه ينبغي. خلي بالكوا كلمة ينبغي دي، كلمة ينبغي دي لها معنى. يعني ايه ينبغي؟ لازم النهارده انزل بيت. ايه اللي لازم ده يا رب؟ ليه يعني؟ لازم ليه يعني؟ ها؟ زي انجليزي ات ماست، يعني ضروري جدا ان انا النهارده وجب، زي واجب او زي الزام ان انا اروح بيتك. طبعا الناس دي كلها الباقيين ايه؟ اللي قاعدين عملوا ايه؟ 100% زمزقوا وايه؟ لو كان المسيح عايز يعمل سياسة يبقى سياسي، يعني يقول لك يعمل سياسة يوم يعمل ايه؟ يقول لك لا اراد الناس دول، حد يبعت له حد ولا بتاع، يقول له بقى تعالى لي بعدين يا زكا عشان ما اخسرش الناس دي. لكن المسيح همه هذه النفس، لان هذه النفس تطلبه اكتر يمكن من الباقيين دول كلهم. فالمسيح مقدر طلب ان يرى يسوع من هو، والمسيح بصله قال له اسرع. خلي بالكوا كلام جميل، اسرع، كلمة اسرع دي اسرع، انا مش طايق زكا نضيع وقت يا زكا، انزل بسرعة انا مش شقلك، زي ما انت مش تقلي انا كمان ايه مش تقلي. زي ما انت عايز تعرفني انا عايز اعرفك نفسي. طبعا المسيح عارف زكا من هو، عشان كده هنيجي لكلمة ايه؟ طلب ان يرى يسوع من هو. حد يقدر يرى يسوع ويعرف من هو؟ سوري، ولا حد يقدر يعرف يسوع من هو. إن لم يكشف المسيح عن شخصه المبارك ويعلن، مش ممكن نعرفه. مهما عملت مش هتعرف المسيح. عشان كده في حتة تانية بطرس قال له من يقول الناس إني أنا؟ قال له ده بيقولوا كذا بيقولوا كذا. قال له وأنت؟ قال له أنت المسيح ابن الله. قال طوباك يا سمعاني ابن يونا، لحم ودم لم يعلن لك، ولكن أبي الذي فين. يبقى مين اللي يرى التاني؟ يسوع يرى زكا ولا زكا يرى يسوع؟ زكا عايز يرى يسوع، بس في الحقيقة يسوع اللي خلى زكا يراه، فتح عينيه، فتح قلبه، فتح مخه عشان يفهم مين هو يسوع. ها؟ واخدين بالكم؟ فإذا اللي بيحصل هنا ايه؟ اللي بيحصل هنا ايه؟ ان يسوع اللي بيكشف نفسه ليا
لما يلاقيني امين وعايز اعرفه بشوق وبقلب وطلبه بجد. يسوع ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح هو اللي بيكشف نفسه، مش انا اللي ايه لا اقدر افحصه او اعرفه. مهما حاولت انا ايه مش هعرفه. عشان كده المسيح قال ايه جميلة جدا في انجيل يوحنا، يقول ايه اراكم فتفرح ايه قلوبكم. ايه اراكم ده؟ انت اللي ترانا؟ طب ما انت شايفنا حتى لو ما ظهرتش. يعني ايه اراكم؟ اراكم دي يعني انا هسمح لكم ان انتوا ايه تشوفوني، انا هاجيلكم وخلكوا ايه تشوفوني. اراكم، انا اللي اراكم، زي ما كل حد يقول انا هشوفك، انا هشوفك برضو، هشوفك برضو يعني هاخد بالي منك. ينظر له، هينظر لنا بعين عطف وعرفنا نفسه ويكشف لنا عن نفسه مين هو. يبقى اذا اللي بيري نفسه لينا هو مين؟ هو الله وهو المسيح. عشان كده مرات موسى النبي، دي موجودة في خروج 33، ممكن نجيبها اخت نور، يقول ارني مجدك. ارني ايه؟ بيقول له ارني مجدك، ارني ارني مجدك. قال له ما فيش حد يراني وايه ويعيش. هتشوف مجدي ازاي؟ انا مجدي ده عظيم جدا 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 جدا، لكن عندي طريقة هحطك في قلب نقرة في الصخر وهستر عليك بايديا وهعدي بمجدي، وبعد ما اعدي هتشوف يا دوبك طرف مجدي. يعني معناه ان مش هتشوفني كلي، لكن هتتعرف على حاجة من مجدي. هنا موسى بيقول له لا ما ينفعش، لازم اعرف مجدك ده ايه. يبقى اللي بيشوف مجد الله، عظمة ربنا، بهاء ربنا، اسرار في ربنا. تقول لي الحياة الروحية مش هي بس ان الواحد يخلص الانجيل يقرأ مرة. معايا خليكم معايا. هل الحياة الروحية ان الواحد يخلص الانجيل مرة ويقرأ مرة يبقى كده هضمه؟ لا، دي المعرفة الروحية فائقة، ما هيش كلمتين بيتحفظوا، لان الكلام ده وراء اعماق. احنا بنوعز كل اسبوع وساعات بتتكرر قرايات ومنضطر نوعز في الموضوع الواحد، زي مثلا الخمس خبزات والسمكتين. هتقول لي وعزت فيه قد ايه يا ابونا؟ اقول لك ايه كتير، 20-30-40 مرة، الله يعلم. فكل مرة بنتكلم كلام جديد بيعلن له لنا مين؟ ربنا، ومشاعر جديدة، ويعلمني حاجة جديدة من خلال الكلام بتاعه، ويفهمني حاجة جديدة، أعماق 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 أعماق. فعشان كده أرني مجدك ديت، مش هتعرف مجدي كله، لكن المسيح له المجد اختفى وأخفى مجده من خلال إيه؟ تجسده، مجده الظاهر، أخلى إيه؟ ذاته، لأن مجد اللاهوت لا يرى، مجد اللاهوت لا يرى. الانسان الجسدي يشوف الجسديات، اشوف الكرسي، اشوف الترابيزه، اشوف اللون، اشوف الايه، اشوف دوت الاشياء. لكن عشان تقول لي اشوف الروحيات او اشوف اللاهوت او اشوف المجد والعظمه بتاعت الملائكه، اقول لك صعب. لكن الله من خلال المسيح ادانا الروح القدس. لما جه المسيح له المجد وتجسد بينا اخلى ذاته، وادانا الروح القدس. من خلال الروح القدس ارواحنا تحس بقد ايه عظمة ربنا، وقد ايه امور كثيرة بالروح نقدر نعينها، نقدر نعينها بالروح. عشان كده اعماق الله دي اعماق ايه صحيقة جدا. نفضل طول العمر نتعلم خبرات ونتعلم وندوق عن ربنا اشياء كثيرة ايه جدا. فاذا لما تلاقوا الآية بيقول فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني ساراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. والكلام ده تحقق بعد القيامة لما المسيح ظهر للتلاميذ، نزع منهم الحزن وداهم إيه فرح. بقى بطرس اللي كان بيخاف وبينكر قدام جارية مش خايف، ها يروحوا يضربهم قدام المجمع، يقول ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم الله. يهددوهم، يروحوا يصلوا يقولوا امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة ولتجرى ايات باسم فتاك القدوس مثلا يسوع مثلا،
وهكذا. فتحولت، اتحول الموضوع منين؟ من ناس ضعفة بسيطة كل معرفتهم عن ربنا بسيطة، لناس في عمق القوة واتلمسهم لمسة من ربنا فوقانية، واللمسة ديت لما ايه ربنا وراهم نفسه وعرفهم نفسه بقوا حاجة تانية خالص. فاذا لما نقول نريد ان نرى يسوع من هو، دي مش موضوع بسيط، ولكن ده موضوع الحياة كلها وما بعد هذه الحياة اللي احنا ايه اللي احنا فيها. عشان كده لما تشوف حاجة عن ربنا ولا تعرف حاجة عن ربنا، امسك فيها، امسك فيها وقول له عايز افهم، وفكر فيها معناها ايه ديت، معناها ايه ديت. كنا بنتكلم شوية على موسى النبي لما قال اميل وايه وانظر، ليه العليقة مش بتتحرق وفيها النار، تقصد ايه يا رب؟ وهو بيفكر في الكلام ده كلمه ربنا من العليقة وقال له موسى موسى، وابتدى ايه يفهمه هيعمل ايه ربنا. ففي حاجات قد يوريهاني ربنا بس انا ما فوتهاشي، اساله اقول له تقصد ايه يا رب، ها عايز تقول لي ايه يا رب، فهمني ديت يا رب. الفهم حلو، الفهم حلو. يبقى احنا قلنا يبقى لي ارادة، يبقى لي كمان فهم، عايز افهم، افهم عن عن يسوع، افهم على الكتاب المقدس، افهم ايه ده، ها. فالفهم حلو. بطرس الرسول في وقت من الاوقات ساعه كيرنيليوس شاف ملاية، والملاية دي فيها من كل دواب الارض، وبعدين الملاية نزلت من السماء وقال له اذبح وكل، فقال له لا يا رب حاشا ان انا اكل دانس او ايه او نجس، لان انا ايه الحيوانات كان عند اليهود في حيوانات نجسة وحيوانات ايه طاهرة، قال له حاشا يا رب ان انا ايه هرب من ده. بيقول واذ هو متفكر في الرؤية معناها ايه، لقى رجالة، ست رجالة جايين بيقولوا له تعالى، في واحد اسمه كورنيليوس اممي، هي الرؤية هي اتفسرت، هو متفكر، يبقى هو بيفكر عايز يعرف معناها ايه. فدايما فكر، دايما اسأل، دايما اقف عند النص وافهم، بعدين عايز تعرف يسوع من هو ايه، عشان يبعت لك لما ليك مهتم. في واحد تاني دانيال كان بيفكر سنين، كان في نبوة ايام ارميا النبي قال نبوة 70 اسبوع، ان هو ايه ازاي ربنا هيردوه بعد 70 سنة، وهو بيصلي وبيفكر بعت له ربنا جبرائيل الملاك علشان ايه يفهمه. يبقى انا عليا ان انا يكون لي اشتياقات لربنا، عليا اكون طالب واخد قرار بارادة ان انا اعرفه، ان انا اخد اكشن، ان انا اتحرك. قد يكون الله اسمع صوت ربنا واحس اني ان انا خطيتي فصلاني عن ربنا، اخد اكشن واروح اقدم توبة. قد يكون حاسس ان انا معرفتي قليلة بربنا ومش عارف افتح الكتاب واقول، قد اسأل، قد اسمع عظات، اعمل حاجة، اجي الكنيسة اقول له اصلي، اقول له وريني علمني. يبقى هنا انا ايه طالبا مريدا، اميل، اميل وانظر، عندي ارادة بميل وانظر بفكر علشان ايه، علشان اعرف مين هو المسيح. امال هنمو ازاي، هنمو ازاي؟ فدي المعرفة العميقة. من له اللي له قال المسيح الآية دي، يعطى ويزاد، واللي مالوش ايه اللي عنده يؤخذ منه. فكروا دي على فكرة الآية دي تنطبق على الاستثمار. ساعات واحد يبقى عنده نوع من الاهتمام وبيجري وبيسعى راس المال وبيكبره، عنده اهتمام. واحد تاني يبتدي براس مال كبير وبعدين كيرلس، مش دريان قوي، ها مش مهتم، تبص تلاقي اللي عنده ايه كان راس المال بتاعه اتاكل في ما فيش، والمشروع فشل، ومن مشروع لمشروع لمشروع ويفشل. انت عايز تكنس ليك كنز في السماء وعايز تعرف ربنا من هو، لو ليك الاهتمام ده اللي عندك هي ايه هيزيد يوم عن يوم، وربنا يديك خبرة ورا خبرة،
وتتحرك وتعرف مجد ربنا من مجد لإيه؟ لمجد. يقول نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد لإيه؟ لمجد. عايز أقول لكم آية جميلة، يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، بيتكلم عن ربنا لما خلق الخليقة، فكان في ظلمة وربنا قال ليشرق نور منين؟ من الظلمة، كانت ظلمة كلها، فأشرق نور. بقول لنا ربنا ده اللي أشرق النور من الظلمة، هو اللي هيعمل إيه بقى؟ هو الذي أشرق في قلوبنا، قلبي بقى وقلبك وقلبك، يشرق في قلوبنا لإنارة، الدنيا تنور في قلبي ليه بقى؟ لإنارة، دي الآية دي كورنثوس الثانية 4:6، لإنارة معرفة مجد الله. إزاي؟ في وجه يسوع المسيح. يعني لو عرفت يسوع المسيح، كلمة وجه يسوع المسيح، الوجه ده دايما يشير للمعرفة الشخص. دلوقتي حتى هتلاقوا ان في بصمة بتاعت الايه؟ بتاعت الوجه، للوجه ايه؟ فلما اعرف في وجه يسوع اقدر ينير لي الايه اللي هينير لي؟ ها، خلي بالكم، انارة معرفة مجد الله، مجد ربنا وعظمة ربنا تبان في وجه يسوع المسيح. تاني اقول الايه تاني، جبنا الايه نقدر نعلم عليها، لإنارة، لأن إيه هو؟ لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا. الناس اللي كانوا حرامية وسفاحين وزناة وقتل وقتل وعبدي أوثان في عصر الرسل، الله أشرق، الله اللي قال يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبهم لإنارة، نور معرفة مجد الله، معرفة مجد الله في وجه يسوع. لما عرفوا يسوع فعرفوا مجد الله، وبالتالي سابوا الايه؟ التفاهات والنجاسات والشرور، وابتدت حياتهم ايه؟ تتغير. وانا كمان لما الله يشرق في قلبي لإنارة مجده عن طريق معرفة وجه مين؟ احنا قلنا عن ايه وجه يسوع؟ وجه يسوع المسيح يعني معرفة المسيح. عرفها منين؟ من الكتاب. عرفها منين؟ من الروح القدس، لما بصلي بيشرق ويعلمني ويفهمني. ها، فهنا هوت لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. وعشان كده الباقي ايه؟ هيجي الباقي مكتئبين في كل شيء، لكن غير متضايقين، متحيرين، لكن غير يائسين، مضطهدين، لكن غير متروكين، مطروحين، لكن خلي بالكم كلمة لكن دي. فإذا هنا هوت الله هيعمل فيا، هيشرق فيا لإنارة. ها، أقول الآية تاني، نفسي الآية دي تبقى إيه؟ تعرفوها وأنتوا بتصلوا تطلبوا بيها، تقولوا يا رب يلا أشرقت نور من ظلمة، نور، ها، نور إنارة، نور قلبي بمعرفة مجد ربنا عن طريق وجه يسوع، عن طريق معرفة مين هو يسوع. تاني نقول آية تاني، لو طلعنا بالآية دي النهاردة يكفينا على فكرة، لو طلعنا بالآية دي النهاردة يكفينا، لو طلعنا بالآية دي بس النهاردة يكفينا بصراحة. ها، نقول الآية تاني تقول ايه؟ يبقى الله، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، عمل إلهي ده بقى، عمل إيه بقى؟ هو الذي أشرق في قلوبنا، هو اللي أشرق في قلبي وقلبك وقلبك لمعرفة، ها، لإنارة، عشان ينور قلبي، ها، لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. نقولها تاني، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. الآية بقت سهلة عليكم؟ على فكرة الكتاب المقدس عايز قاعدة بجد، وعايز تكرار الآية عشان أفهمها وأفهم معناها إيه. لحظة كده وبركة كده مش هجيب حاجة. بنقول كان يطلب مريدا أن يرى يسوع من هو، وطلع فوق الجميزة
ها ونص اموال اعطيها لك يا رب وتغير. فاذا الموضوع عايز جدية. تاني، لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لنار معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يا ريت احنا بنصلي الليلة نصلي دي، نقول يا رب اشرق في قلبي انارة معرفة مجدك، اشرق في قلبي انارة معرفة مجدك لما اعرف يسوع من خلال الكتاب والصلاة والحاجات الحلوة دي كلها. يبقى اذا يحكي لنا في كتاب مقدس على العهد القديم كانوا بيحطوا برقع فوق عينيهم لما يشوفوا موسى. موسى طلع فوق الجبل، لما نزل من فوق الجبل وشه كان منير جدا، درجة النور اللي في وشه كان بيضايق اللي يكلمه اليهود، فقالوا له لا مش هينفع الكلام ده، حط برقع، حط ايه برقع على وشك وانت بتكلمنا عشان نعرف نتكلم معاك. فلما كان يطلع لربنا يشيل البرقع وهو نازل من على الجبل يعمل ايه؟ يحط البرقع عشان ايه؟ ما يضايقهمش وشه. فبيقول لنا ان بتوع العهد القديم كانوا فرحانين بالبرقع ده ومش عايزين يشوفوا ربنا اكتر من كده، لا خلي البرقع محطوط ومش عايزين نكتشفه ولا عايزين نعرف مجده. لكن بتوع العهد الجديد ان احنا اللي مفروض خدنا الروح القدس، مفروض ان احنا حابين ان احنا ايه نكتشف انارة معرفة ايه مجد الله في وقت يسوع. هل تحب انك تتغير من الصورة بتاعتك الضعيفة البسيطة عن ربنا، تتلامس مع الله، تعرف مجد الله، قداسة الله، حب الله، تكتشف اسرار، تتغير حياتك؟ لو كنت كده عايز الكلام ده هتعمل ايه؟ هتمسك في مين؟ فيه وتقول له ايه؟ قول له انا عايزك يا رب. فيقول كده فاننا ننظر الان في مرآة في لغز. عارفين المرآة زمان ما كانتش المرآة تبقى صافية قوي كده، كانت المرآة تبقى على القد يعني، في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجه لوجه. كل ما الروح القدس يشتغل جواك يخلي المرآة دي ايه تروق وتقدر تشوف وجه يسوع احسن، وانت تتغير. ما هو مش هتشوف المرآة وبس، ده انت كمان هتتغير من خلال هذه المراية، الصورة الحلوة بتاعت المسيح هتتغير لتلك الصورة، عينها صورة مين؟ صورة المسيح. الصورة الحلوة هتتغير لصورة من مجد. يبقى نتغير من مجد لمجد، نتغير من مجد لإيه؟ انت هتتغير من مجد لمجد، وانت هتتغيري. بعد ما كنت مكتئب على طول هتلاقي نفسك ثابت، هتلاقي نفسك ثابتة، هتلاقي في سلام جوه، هتلاقي عندك ايمان ان ربنا هيحل، هتلاقي انك مش اقل حاجه بتطلعك فوق من فلان عمل وفلانه قالت وقالوا عليا كذا وازاي وما ازايش، وبقيت ريشه في مهب الريح. لا، لقيت نفسك بقيت تقيل، تقدر تعيش الحياه، تقدر تفرح بربنا، تقدر تشوف الامور بصوره مختلفه. اناره وجه ايه؟ لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع الايه؟ المسيح. نتغير الى تلك الصورة عينها. عشان كده يقول لنا في كورنثوس الثانية برضو اصحاح 3 آية 18 ويقول ونحن جميعا، مش عارف انا 18 ولا 81، نحن جميعا ناظرين مجه الرب بوجه مكشوف كما في المرآة. يبقى احنا في العهد الجديد عايزين نشوف وجه الرب في ايه؟ بوجه ايه؟ مكشوف. ما هو في واحد يقول له لا مش عايزين وجهك يبقى مكشوف، عايزين ايه؟ ما نعرفكش. واحد تاني يقول له لا انا عايز اكشف وجهك، وريني وريني مين انت، اصل دي اسرار يعلنها لله للي ايه؟ للي عايز، مش اي حد، للي طالب زي زكا كان يطلب مريدا ان يرى يسوع من هو. فهنا هو نقول الايه يقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد المجد كما من الرب الروح. موجودة الآية؟ لقيتوها؟ 18 مش 81. يبقى ايه؟ ها؟ نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه، يبقى مش عايزين نقول له لا يا رب عايزين برقع،
يفصل بينك وبيننا. بالروح القدس بيشيل البرقع ده ويشيل الفاصل اللي بيننا وبين ربنا، ويخلينا نرى وجه الرب بوجه ايه؟ مكشوف. ها؟ بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد لمجد. انا مش عايز اطول عليكم. يدينا ربنا ويديكم كلنا ان احنا يبقى لنا نرى وجه الله، نرى وجه، او اسف، نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده عايز مننا ايه؟ عايز مننا طلب، عايز مننا لما نسمع نحاول ونطلب منه ونجتهد ونميل وننظر ونفكر ونقول يا رب عايزين نعرفك. الموضوع مش موضوع خطيه انا كدبت كدبتين وثلاث كدبات، موضوع معروف، موضوع اعرف ربنا ولا لا، اعرف المسيح ولا لا، علاقتي بربنا. عشان كده ساعات الواحد يجي حد في الاعتراف قول له علاقتك بربنا ايه؟ سيبك من انا كدبت وحلفت، مش معنى كده ان اللي يكدب يكدب واللي يحلف لا، بس اللي بيسببك تكدب هو بعدك عن ربنا. فالاول ابتدي الاول بعلاقتك مع ايه؟ مع ربنا. لكن افرض انت ما تعرفش ربنا وتقول كدبت مرتين وثلاثه وعملت مش عارف ايه وحلفت وبتاع، بس ما تعرفش ربنا، مش هو ده البدايه ان هيقول لك بطل كذب. لكن البدايه اعرف ايه يسوع، اتغير من مجد لايه؟ لمجد. افرح بالمسيح، قول له يا رب عايز اعرفك، نريد ان نرى يسوع. كان يطلب مريدا ان يرى يسوع من هو، كان يطلب مريدا ان يرى يسوع من هو. لإلهنا كل مجد وكرامه الآن لأبد لأبد كل. حد عايز يسأل حاجه؟ انا زي ما قلت ان الله بينادينا دايما، يعني الله ما بيسيبش انسان غير بيناديه. مفروض ان اتحرك. ساعات انا مش عايز اتحرك، انا مش عايز اتحرك، لا عايز لا اروح ولا اجي ولا عايز اصلي ولا عايز، لاني مستحب بالخطيه مستكين فيها. فانا مفروض ان انا اطلب ان انا ايه؟ هتحرك، اقوم. ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول. ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. مفروض الانسان يتحرك، يقوم، يعمل اي حاجة. اقوم النهاردة اقول مزمور، اقوم اصلي، اروح اقول خطيتي كتيرة، اروح الكنيسة واقف قدام ربنا في الهيكل واقول له ارحمني يا رب سامحني انا الخاطي، اقعد مع نفسي قاعدة لوحدي. لان ساعات ما عندهاش ناس، ما عندهاش وقت يقعدوا لوحدهم ابدا. يعني اصعب حاجه ان يقعد لوحده، دايما مع اصحابه، دايما مع، لو كان في البيت حتى من غير اصحابه يبقى معاه الموبايل طول النهار شاتنج مع غيره 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 غيره، افكار زحمه، زيطه 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 زيطه، مفيش مكان لربنا، ربنا مش موجود. فلازم انا ايه؟ ها؟ اقطع من وقتي واقول هروح اشوف يسوع، اطلب ان ارى يسوع من ايه؟ من هو؟ حد عنده حاجه ثانيه؟ اسفين جدا طولنا عليكم، ربنا يفرحكم وحافظ عليكم. مشكور جدا، تسامونا شوي على الوعظه الجميله دي اللي كلها